لا تكتفي إسرائيل بتقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل وفرض سيطرتها الأمنية عليه، بل تسعى إلى مصادرة ما يحيط به من الأراضي. الخطة الإسرائيلية الجديدة تقضي بإنشاء مسارات ومصاعد كهربائية في محيط الحرم الإبراهيمي تسهل وصول المستوطنين إليه. هذا الانتهاك الصريح والواضح لحقوقنا كفلسطينيين، وسوف نتوجه إلى مؤسسات حقوق الإنسان، وإن شاء الله يعني يكون الاعتداء على المسجد الإبراهيمي مقدمة لتدخل المحكمة الجنايات الدولية من أجل منع ولجم هذا الفيروس الاحتلالي بحق الشعب الفلسطيني. الأوقاف الإسلامية الفلسطينية اعتبرت القرار الإسرائيلي سرقة وانتهاكا لأوقاف المسلمين، ومحاولة أخرى من الاحتلال لتحويل الحرم إلى كنيس يهودي خالص. تعدي خطير على حرمة المسجد وعلى هذه الأراضي، لأن صاحبة القرار هي الأوقاف، إلا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط بكافة القوانين التي تصدر عن المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية. إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع في الخليل على أمل إيجاد هوية وتراث لها هناك على حساب الهوية والتراث الفلسطينيين. السلطة الفلسطينية طالبت منظمة اليونسكو التي اعتبرت الحرم الإبراهيمي تراثا إسلاميا بالتدخل، واتهمت إسرائيل باستغلال انتشار كورونا لتطبيق سياسات الضم بحق أراضي الفلسطينيين. إسرائيل تستغل الكورونا الآن وعدم تمكن الناس من الوصول إلى المساجد وعدم تمكنها من التجمع بشكل لتنفيذ مشروعها الإسطاني بأكمله. الخليل تقع الآن على رأس أولوياتها، القدس القديمة على رأس أولوياتها. ويعد القرار الإسرائيلي انتهاكا جديدا لاتفاقية أوسلو التي تعطي الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي لبلدية الخليل الفلسطينية. نسرين سلمي، الخليل، الميادين.